اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم على اكشن احترافي جدا لعمل تاثيرات فقاعات الرسم. مثل ما نلاحظ طبعا هذه الصوره طبعا بها تاثير جميل ولطيف بنفس الوقت، وطبعا عندنا هنا امثله اخرى بامكاننا نعمل هذه الصوره البورتري بطريقه فقاعات الرسم. طبعا هذه العمليه سهله جدا من خلال اكشن احترافي، ممكن نعمل هذه الطريقه بلمسات بسيطه. طبعا هذا الاكشن راح يتم ارفاقه مع هذا الفيديو، بامكانكم تحملوه من صندوق الوصف. طبعا يحتوي على هذا الجزئين، الجزء الاول اللي هو البراش والجزء الثاني اللي هو الاكشن. طبعا لابد ان ننصب البراش وننصب الاكشن حتى يتم العمل على الاكشن. اولا نجي الى اداه البراش، نضغط كليك ايمن ونذهب الى هذا الجزء اللي هو الاعدادات ونختار لود براش، ومن ثم نضغط دبل كليك على هذا البراش اللي راح يتم ارفاقه، وطبعا نتاكد انه تم تنصيب البراش مثل ما نلاحظ بهذه الطريقه. الان راح نجي الى قائمه ويندو، ومن ثم نجي الى اكشن، نتاكد انه اكو علامه صح امام الاكشن، نفتح عندنا هذه النافذه، نجي الى هذا الخيار اللي هو اعدادات او خيارات الاكشن، نضغط عليه، ومن ثم نجي الى لود اكشن، وطبعا نختار الاكشن. طبعا هذا هو الاكشن اللي راح نختاره، نضغط عليه دبل كليك، راح يتم تنصيبه مثل ما نلاحظ بهذه الطريقه. نفتح الاكشن، لاحظ انه راح يتم تنصيب الاكشن بالكامل. الان راح نفتح الصوره اللي راح نطبق عليها، مثلا هذه الصوره اللي راح يتم تطبيق الاكشن عليها. خطوه مهمه جدا هي نفتح طبقه جديده، وضروري جدا هذه الطبقه نسميها بانت، ضروري جدا نضغط دبل كليك عليها، بالانجليزي نسميها بانت بهذه الطريقه BANT، ومن ثم موافق. الان راح نجي نختار لون احمر بالبراش او اي لون اخر ولكن نفضل احمر. جيد، راح نجي نرسم. طبعا يفضل انه الرسم يكون يعني دقيق نوعا ما على الشخصيه اللي يريد يتعامل وياها الاكشن او اللي يريد تكون هي مصدر الفقاعات. جيد، الان بعد ما اكملنا الرسم، طبعا الرسم التقريبي بهذه الطريقه، راح نخفي صوره الرسمه وطبعا نحدد الطبقه نفسها، وطبعا الاكشن اللي نصبناه نفتحه ونجي على اول خيار اللي هو البلاي مي ونحدده ونضغط على علامه التشغيل، نشغل الاكشن، وطبعا هو راح يتم تشغيل كافه الفلاتر والامور اللي راح يتم تطبيقها. طبعا هنا ظهرت لنا هذه الرساله ذا اكشن از فينيش، تم انهاء الاكشن. مثل ما نلاحظ انه اصبح عندنا التاثير الجميل واللطيف بنفس الوقت. نتمنى ان يكون الاكشن عجبكم ويكون هذا الفيديو ممتع.